عندك لا تصيد، عندك يديروا هبيك، حسب الصرف عند مول الحانوت، حضي مع التاريخ اللي يبغي يبيع لك شي سلعه قديمه، في المدرسه حضي مع ادواتك وما تطوق حتى واحد من الكودي. هاد الشعار اللي كبرنا به كيعلمنا من الصغر اننا نخافوا من الناس اللي دايرين بينا. هاد ديسبوزيتيف كامل باش ما توليش واحد من ابشع الاشياء اللي تقدر تولي في المجتمع ديالنا، واللي هي فيكتيم. لان الفيكتيم عندنا هي اللي كتلام، اما المعتدي اللي غشك هذاك راه مطور. الفيلم ديال اليوم غادي يعاود لينا قصه ديال شخص ما هو مطور ما هو فيكتيم. الفيلم ديال اليوم خرج في 1994 من اخراج روبرت زيميكيس. الفيلم هو فورست غامب. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. قبل ما نبداو، راكم عارفين اللي خايف من الحريق حان موعد الهبوط، وبالنسبه للاخرين يلا نبداو. فورست غامب واحد من الافلام المفضله عندي لعدة أسباب، ولكن السبب اللي مهم هو أنه فيلم فيل جود. هضرنا على بزاف ديال الديستوبيات في سوليما بودكاست، وهذه المرة غادي نهضروا على قصة كتقرب من اليوتوبيا. اليوتوبيا اللي هو عالم خيالي اللي فيه كل شيء زين وماشي غير العام. باش نتفاهموا، فاش كنقول يوتوبيا راه ماشي العالم اللي كان عايش فيه فورست غامب اللي كان يوتوبيا، ولكن الطريقة باش هو كان كيشوفه وكيفاش غادي يعاود لينا عليه هو اللي قريب من اليوتوبيا. لأن فورست غامب كيتعتبر غبي ولا شوية ثقيل ذهنيا، إنسان اللي واخا الجسم ديالو كيكبر ولكن العقل ديالو باقي فيه البراءة ديال الأطفال. دابا واحد من أول الدروس ديال هاد الفيلم هو كيدفعنا نسولو شنو هو الغباء. الرد ديال فورست غامب كان دائما هو اللي كتعني بان الغبي ماشي بالمظهر ولكن بالفعايل. الا جينا نشوفوا الغباء كيبقى صفه غير موضوعيه. شنو هي غبي؟ واش الغبي هو اللي كيتيق في الناس؟ واش الغبي هو اللي ما كيحكمش على المظهر ديال الاخرين؟ واش الغبي هو اللي ما كيضربش الحساب الزايد في العلاقات ديالو وكيامن بالحب الحقيقي؟ العالم بالنسبه لفورست غامب بسيط. هاد اللقطه اللي غادي يدوز موراه الترونسبور ديال المدرسه كتبين لينا الفلسفه ديالو في الحياه. Are you coming along? Mama said not to be taking rides from strangers. ما بغاش يطلع لحقاش ما كيعرفش السيده اللي هي صايقه، امه موصياه ما يهضرش مع الناس اللي ما كيعرفهمش. اذا الحل بالنسبه ليه سهل، الا قدم راسه وهي قالت ليه سميتها ها هما ما بقاوش برانيين ولاو معرفه. I'm Forrest Gump. I'm Dorothy Harry. Well, now we ain't strangers anymore. دابا واش هاد التصرف غبي ولا عبقري؟ نخليكم نتوما تحكموا. كيف ما في الفيلم كاينين الناس اللي كيحكموا على فورست بالغباء. Are you crazy? Or just plain stupid? Stupid is stupid does, Miss Blue. I guess. كيف ما كاين اللي كيعتبروه عبقري. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. You must have a goddamn IQ of 160. صعيب انك تحكم على الناس من واحد المنطلق موحد. احنا كلنا مختلفين وعندنا نقط القوى ونقاط الضعف. ماشي لحقاش ما جبتيش المعدل في الماط راك انسان فاشل وعمرك غادي تنجح. فورست الثقل ديالو الذهني معوضو بالتركيز. نهار تعلم البين بونغ قالوا ليه عندك تحيد عينيك من الكره. عمرو حيد عينيه على الكره. ما عليناش، القصه كتخلينا نتبعو البروتاغونيست فورست غامب من طفوله ديالو. هو ولد الجنوب الامريكي من سلاله تابع ليها المؤسس ديال كوكلوكس كلان. هاد السيد اللي سميتو نايثن بيدفورد فورست هو شخصية حقيقية في التاريخ، وكان فعلا The Great Wizard of the KKK، يعني في أعلى مرتبة ديال المنظمة العنصرية. فورست لأنه ما كيفهمش كل شيء كيعرف لنا الKKK بأنه نادي فيه ناس كيبغيو يلبسوا ليزور بويض باش يخلعوا الناس، بلا ما يذكر البشاعة ولا العنف ديال الأفعال ديالهم. They'd all dress up in their robes and their bed sheets
and act like a bunch of ghosts or spooks or something. هاد التعريف اللي هو ماشي صحيح 100% وماشي غلط 100% لان الكيكيكي كانوا كيلبسوا لي زوربويد لان المجتمع ديك الساعه في امريكان كان كيامن بالجنون وكيبغيو يخلعوا الفئه ديال السود اللي كتثق في الجنون وبطبيعه الحال من جهه اخرى لي زوربويد راه كيخليهم انهم يخبيوا الهويه ديالهم. زوينة في الفيلم واخا كيدخلوا في القصة دائما فوريست غامب اللي هو شخصية خيالية ولكن في نفس الوقت كيحافظوا على الحقيقة التاريخية ديال الحدث واخا غير شوية، بحال مثلا القضية ديال الواترغيت، القضية اللي دفعت الرئيس نيكسون للاستقالة من منصب ديال الرئاسة من بعد ما وقفوا شي ناس كانوا دخلوا بالليل المقر ديال الحزب الديمقراطي وتبتوا العلاقة ديالهم مع الرئيس. هاد الحدث الفيلم كيبين لنا فوريست غامب اللي غادي يكون في لوتيل ديال الواترغيت من بعد ما الرئيس نيكسون براسه هو اللي اقترح عليه انه يمشي لتما، وبالليل فوريست غادي ديرونجا بالضواو ديال البيلات من واحد الموبلي اونفاس وهو اللي فيه المقر ديال الحزب الديمقراطي وغادي يعيط للسيكوريتي باش يتشكى وهكا غادي يكتشفوا هادوك الناس ويشدوهم. هذه كانت واحد الطريقه كوميديه باش يبينوا بلا الرئيس نيكسون هو اللي خرج على راسه بيديه فاش بغى يتهلا في فوريست غامب. بيان سور في الحقيقه القصه ما داستش بحال هكا، ولكن فاش فوريست كيعيط في التليفون السيد ديال السيكوريتي اللي كيجاوبو كيقول ان سميتو فرانك ويلز. Yeah, sir. You might want to send a maintenance man over to that office across the way. وهو الاسم الحقيقي ديال السيد اللي اكتشف هذوك الناس في مقر الحزب الديمقراطي. يعني كاين واحد الجانب ديال الخيال في المعاودة ديال التاريخ، ولكن كاين جانب اللي كيحترم شي معطيات وواقعات ديال بصح. غادي نعيشوا معاه اهم الاحداث اللي قاست امريكان في تاريخها من نقولوا من الحرب الباردة والفيتنام حتى البدايات ديال جائحة السيدة في الثمانينات. الطريقة باش كنعيشوا هاد الأحداث التاريخية هي طريقة جديدة وعمرنا ما تشافت من قبل، لأن الفيلم كيبين الأحداث من وجهة النظر ديال فوريست غامب، نظرة بريئة كتشوف الأحداث كيف ما هي وهو كيعبر عليها تلقائية. داكشي اللي كيحس بيه كيقولوا بلا زواق. One of the fun things about the movie is that Forrest seems to brush near all these historic people and historic events. And Forrest is wonderful for telling the story because we can present through his eyes this tapestry of American history. نهار كيتلاقى مع الرئيس الامريكي كينيدي هو ماشي بحال الناس الاخرين اللي كيقدروا المكانه ديال الرئيس اللي كتخلي الواحد يحس بواحد الاهميه ديال الحدث والهيبه ديال الشخصيه اللي كتجي معاها. لا، هو بالنسبه ليه الرئيس انسان عادي بحال اي واحد. فاش سولوا باش كتحس هو كان مزير، قال راني مزير والسلام. I got it. Hey. I believe he said he had to go pee. في الفيلم كامل فوريست غامب غادي يتلاقى مع ثلاثة ديال الرؤساء الامريكيين، كينيدي، جونسون ونيكسون. غادي يولي لعاب ديال امريكان فوتبول وغادي يسافر للشينوا ديال ماو ايامات الحرب البارده باش يمثل بلاده في البينج بونغ، غادي يحارب في الفيتنام، غادي يتلاقى مع الفيس بريسلي قبل ما يكون مشهور ويتذاكر في التلفازه مع جون لينون، غادي يعيش بدايات انفتاح للجامعات الامريكيه على الطلبه السود ويتلاقى مع البلاك بانثرز. المهم الا تفرجتوا في الفيلم خاصكم تعرفوا بلا تقريبا جميع اللقطات كتعاود حدث تاريخي مهم. هذا الفيلم يقدر الصراحه يستعمل في المراجعه ديال التاريخ في المدارس، ومن غير التاريخ النظره ديال فوريست على الاحداث نقدروا كاملين نتعلموا منها شي حاجه، بحال مثلا فاش غادي نعيشوا معاه الغليان العنصري والكفاح ديال الافريكان امريكانز من اجل الحقوق ديالهم في ديك الساعه. فاش كنشوفوا هاد الاحداث بالعينين ديال فوريست غامب كنشوفوا نظره ما كتفهمش معنى لون البشره. نهار الافريكان امريكانز كيعطيوهم الحق يقراو في الجامعات ويتخلطوا مع البويض، وفي الوقت اللي الطلبه البيضين ما عجبهمش الحال ومعتصمين برا،
فورست وبكل تلقائية كيمشي يعاون واحد من البلاك ستودنتس اللي طاح لها دفتر ديالها في الأرض. فبحال هاد اللقطات كنشوفوا أن الغبي ماشي هو فورست، ولكن كاع هادوك الناس اللي واقفين كيحتجوا برا. كيف ما قلنا في الأول، راه الغباء كيبقى مسألة وجهة نظر. الفيلم فاش خرج لقى واحد النجاح كبير وغادي يربح بزاف ديال الأوسكارز، ولكن أهمهم بالنسبة ليا ماشي هو ديال أحسن فيلم ولا أحسن إخراج ولا أحسن ممثل، وراني ديجا عبرت على الرأي ديالي في حلقة على شكون كيربح الأوسكارز، على الرأي ديالي في الأوسكارز. ولكن بالنسبة لهذا الفيلم ربح واحد الأوسكار اللي هو مهم، وهو الأوسكار ديال فيجوال إفكتس. راه كنهضروا على العام اللي كان The Mask، تهو مرشح في هذا الكاتيجوري، فيلم اللي فيه شي تقنيات ديال الخدع السينمائية كانت عمرها تشافت من قبل. علاش هذا الأوسكار مهم ومستحق؟ لأن في هذا الفيلم الفيجوال إفكتس لعبوا واحد الدور خفي. احنا مولفين بالله الفيجوال إفكت خصهم يبانوا بالتفرقيع والمركبات الفضائية والمخلوقات الغريبة، يعني الغرض ديالهم هو يساهموا في الفرجة والسبكتاكل. في هذا الفيلم الدور ديالهم كان أنهم يسهلوا علينا الفهم ديال القصة ويرجعوها أكثر واقعية. In this film, all the effects and all the things are there to make it more real and more believable. The effects are not obvious; they're seamless. بحال فاش لوتنانت دان تقطعوا ليه رجليه، ولا فاش فورست كيبان لينا كيلعب البين بونغ مزيان، راه الكرة ما كايناش في الواقع، ولا فاش غادي يدمجوا الصور ديال الارشيف مع الصور ديال التصوير في اللقطات اللي كيتلقى فيهم فورست غامب بشخصيات بارزة ولا بالرؤساء الامريكيين. هاد القضية كتبين بالفلسفة في الصناعة ديال شي فيلم مهمة، كيف ما كاين البساطة في الشخصية وفي المعاودة ديال القصة، حتى الفيجوال افكس تبعوا نفس المنهج. هاد الفيلم من غير الكرونولوجيا ديال الاحداث ما متبعش واحد الكونفنشنز ديال القصص، ما فيش شي بلوت ولا بلوت تويست ولا شي اشكاليه اللي فورست غامب خاصو يلقى ليها حل. كنتبعوا قصه ديال واحد السيد اللي كيعيش الحياه كيف ما جاتو. This breaks every rule of movie making that I know of. You know, there's no quest that anybody is on, there's no bad guy. It's just the spirit of Forrest Gump. That's the backbone of the movie. Forrest ما كيعقدش الأمور وكيبغي الناس بلا حتى شي حكم مسبق ولا انتقاد الاختيارات ديالهم، بحال قصة الحب ديالو مع جيني اللي واخا هي كتمشي وكتجي وكتقدر تجرحو، كيبقى الحب ديالو ليها هو هو. ولا العلاقة ديالو مع لوتنانت دان اللي كان كيكره فورست، ولكن فورست ما تخلاش عليه حتى استرجع الأمل في الحياة وتصالح معاه ومع راسه. فورست لوعد بشي حاجة كيوفي بها، والوفاء ديالو الوعد اللي كان دار البابا صديق ديالو اللي توفى في الحرب ديال فيتنام، حتى واخا من بعد الموت ديالو مشى وشرى باطو ديال الصيد وبدا كيصيد الكروفيت. بحال الريشة اللي كنشوفو في الاول ديال الفيلم، الحياة كتبع مجراها. فورست غامب هو ماشي غير شخص، هو رمز براسه، رمز ديال كاع الاشياء اللي زوينه في الحياه، هو رمز ديال الامل، وفي هذا الفيلم بالخصوص هو رمز ديال كاع داك الشيء اللي في التاريخ الصعيب ديال الامريكان كيبقى مزيان ومتفائل. Forrest is a metaphor in the movie for a lot of what is constant and decent and good about America in my opinion. That's what I love about seeing these four decades through the eyes of a character like this. الشخصية ديال هاد الغبي بين قوسين كتبين لنا مدى الغباء ديالنا بعض المرات. بعض المرات بالخوف من أننا نتجرحو ولا نتخدعو كنسدو على راسنا، كنترباو على أننا نحضيو من كل شيء وأن اللي خاف نجا. فورست غامب كيورينا بلا بعض المرات فاش كدير شي حوايج بتلقائية راه تقدر تربح كتر ما تخسر، لان الحياه راه بحال بواطه ديال الشوكولات. بيان سور العالم اللي عايشين فيه ماشي مثالي، وكاع الناس اللي غادي نتلاقاو في طريقنا ماشي كلهم مزيانين، ولكن في بلاصه ما نسدو على راسنا لحقاش كاينه امكانيه باش اننا نتلاقاو معاهم، نقدروا نفتحوا العالم ديالنا. وما ننساوش ان الى مول بيسري باع لكم ماكله قديمه
راه ماشي لحقاش نتوما كوانب، ولكن لحقاش هو اللي خان الأمانة. إلا تقشوف شي صديق أخوة بكم، راه ماشي لحقاش نتوما نية، ولكن لحقاش هو ماشي كلمة. وإلا كنتو كتحبوا راكم ماشي عنيبات، ولكن راكم عندكم الشجاعة باش ما تخافوش من المشاعر ديالكم، لأن الحياة بحال بواطة ديال الشوكولات، وعمرك ما غادي تعرف اش من حبة غادي تطيحوا. إذن يا إما تبقاو تشوفوا في البواطة، ولا تجربوها حبة بحبة. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقة ديال سوليما بودكاست. نتلقاو السيمانة الجاية في حلقة جديدة. تهلاو في رؤوسكم.